عندنا مداخلة من الطرف الآخر، الأستاذة نادية عبد الله العثمان. مساك الله بالخير أخت نادية. مساك الله بالنور. أهلا شرف أستاذ محمد، طول بعمرك أخت نادية. كانت تحية للجميع. الله يسلمك أخت نادية، تحية متبادلة. أخت نادية، كان لكنا حلقة معاك وطرحت كثير من الأوابي خصوص اتحاد المزارعين وبعض المواقع، بعض النقاط القانونية، واستمعت اللي ما قالوا الأخوان. شنو تعليقك على الكلام اللي قلتي اللي قالوا؟ أول شيء أنا أشكرك لمتابعتك للموضوع واهتمامك بنشر الحقائق، لأنه يهم المجتمع الكويتي تنفيذ الأحكام القضائية وبالأخص المزارعين، لأن هذه الأحكام تخص المزارعين. أول شيء أنا ببتدي بعرض بطاقتي اللي هي هويتي، إني أنا عضو مجلس إدارة لضبط ادعاءات هيئة القوى العاملة ووزيرة الشؤون. للأسف في تحقيقات النيابة ينكرون إني أنا عضو في مجلس الإدارة، فأبي أعرض بطاقتي حتى هذا الكلام إثبات للكل إن أنا لي صفة ومصلحة في كل الكلام وكل القضايا اللي أرفعها باسمي أو باسم رئيس الاتحاد صالح الأنبعي، كوني وكيلة أنا وكوني حاليا أنا نائبة رئيس اللجنة الصحفية. في بالنسبة للحكم، أنا أشكر الحيان إنه هو قال كلمة حق الآن، إن صالح الأنبعي هو رئيس. في 23/5/2016 صدر حكم التمييز اللي احنا كلنا عليه خلاف، في رقمه 1052/1055 لسنة 2015 مدني 1، صدر في 23/5/2016. لو تعرضون المرتقى الثاني، ان هيئة القوى العاملة راسلت إدارة التنفيذ لتنفيذ الحكم بناء على كتابي وكتاب صالح الأنبعي، لم يتقدم أي شخص آخر في تنفيذ هذا الحكم، وطلبوا رأي إدارة التنفيذ في آلية تنفيذ هذا الحكم، وأنا قدمت كتابهم واجهت كتابهم لإعدادكم، هذا هو الكتاب. جاءهم الرد، هيئة القوى العاملة جاءهم رد من إدارة التنفيذ في 17/8/2016 إن إما اللجوء للقضاء بطلب تفسير الحكم أو اللجوء لهيئة الفتوى والتشريع لتحديد آلية التنفيذ، لكن القوى العاملة لم تتبع تعليمات مدير إدارة التنفيذ وصدرت شهادة في 13/10/2016 دون مخاطبة الفتوى والتشريع ودون انتظار تفسير الحكم، وحطت الأعضاء التسعة اللي هما في المرفق الثلاثة اللي هما سيد صالح الأنبعي رئيس، عوض الدماج نائب الرئيس الله يرحمه، حمد الصيمع الأستاذ اللي موجود حاليا، وما بقية الأعضاء بما فيهم السيد براك الصبيح. احنا رفضنا، فعلا رفضنا استلام هذه الشهادة، لأن كانت توجد أسماء ليس لها حق في هذا المجلس، ومنهم المستقيلين، وهم بروحهم قالوا السيد براك الصبيح أقر واعترف أنه تمت استقالته، لكن هيئة القوى العاملة أصرت على هذه الشهادة وكملوا في إجراءاتهم. لما أنا بلغت النيابة باسم صالح الأنبعي بعدم تنفيذ الحكم بالطريقة الصحيحة، تم استدعاء القوى العاملة وتم التحقيق معهم وتم مواجهتهم بأوامر مدير التنفيذ، وعلى أساس هذا البلاغ قاموا أهما بمراسلة الفتوى والتشريع بتاريخ 2 يناير 2017، وطلبوا تفسير وآلية التنفيذ، وجاهم الرد بعدها في 22 يناير 2017. عندك المستند اللي هم جايين حاطت لك يا مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، وآخر شيء قالوا لهم أن يتولى المجلس المستقيل 5 من أعضائه بتاريخ 1/4/2009 توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية. طبعا هذه الشهادة أنا طلعتها، صدرت في 19/4/2009 أن المجلس يتكون من سادة أسماءهم أن هم اللي يتولون المجلس، صالح الأنبعي رئيس، عوض الدماك نائب الرئيس الله يرحمه، سعود العرادة أمين السر، سالم السالم أمين الصندوق، عبد الله خرينج عضو،
لم تتطرق شهادة الشؤون في ذاك الوقت إلى اسم السيد براك الصبيح نهائي، وبالرغم من ذلك ما صلحت إجراءها هيئة القوى العاملة، وأصرت على سير الشهادة الخاطئة. وكمل السيد براك الصبيح أن دعا الاجتماعات يعني مستند على الشهادة الخاطئة اللي صدرت في 13/10/2016، أن دعا الاجتماعات وعزل الرئيس صالح الأنبعي، وهذا الكتاب اللي أنا حاطته لكم تمديد الشهادة الصادرة أن هي من براك الصبيح، يقول أنا عزلت صالح الأنبعي وعينت نفسي براك الصبيح. لا يمكن دعوة الاجتماعات مجلس إدارة من عضو لا يكون رئيس أو نائب الرئيس. أول شيء إجراء هذا خاطئ، اللي يدعو الاجتماعات مجلس الإدارة إما الرئيس أو نائب الرئيس. إذا الرئيس ما دعا والنائب الرئيس متوفي، شلون يدعي براك الصبيح لهذا الاجتماع؟ طبعا هيئة القوى العاملة اللي يقول لي الأستاذ حمد الصيمة، أنا راح أرد على الأستاذ حمد فيما بعد نهاية كلامي، لما يقول حمد الصيمة أن في محابات، نعم في محابات، لأن أهما لما دز براك الصبيح هذا الكتاب للقوى العاملة ما جاوبوه رسمي، لكن جاوبوه شفهي وكملوا في هذا الإجراء الخاطئ، ولم ما وقفوا عند حد معين، كملوا وطلعوا شهادة في 7 فبراير 2017 وأدخلوا كلمة تنفيذ للحكم، ومن إنزين تنفيذ للحكم اللي إحنا نتحكى عنه، وردوا قالوا انه هو تمت انتخابات وصار براك الصبيح هو رئيس مجلس الاداره. طيب انت من الاساس اجرائك خاطئ، من الاساس الشهاده اللي طلعتها خاطئه، انت يا مدير عام القوى العامله بالوكاله، انت شلون حتى لما قلت هم طلعوا بالانتخابات، شلون دخل كلمه تنفيذ حكم على دعوه انتخابات؟ يعني هذا الكلام غير مقبول. نرجع انا عرضت لكم استقالة السيد براك الصبيح وحمد الأصيمع وكلهم موجودة، شلون يرجعون في شهادة ثانية وهم مستقلين؟ ولم يتطرق حكم المحكمة لهذه الشهادة اللي في 1/4/2009 أنها غير صحيحة. هذا الكلام غير صحيح. ممتاز. والدليل أن الفتوى التشريع أيدت الكلام هذا كله. زين. نرجع إحنا الحين، معلش أستاذ، تفضل. بس كلمة الله يخليك، لما يقول منو فيهم اللي قال ان تمت اجتماع اللجنة الخماسية بالليل؟ انا ما اسمح لأي كان يقول هذا الكلام، لاني انا امرأة موجودة بين الرجال، انا في وضح النهار وتحت الشمس، وانا اخت رجال وبنت ابوي، لا يمكن ارضى احد يقول اني انا دخلت في انعقاد جمعية بالليل. واتمنى انه يرد عن كلمته، وتكررت هذه الكلمة عدة مرات. أنا ما أسمح أحد يمس شيء من سمعتي نهائي. هذا الكلام غير مقبول. ما شفنا. وبعدين أنا قدمت لكم اللجنة الخماسية واسمي أنا نائبة الرئيس الشهادة لحد الآن، عشان نوريك المحابات إن هيئة القوى العاملة هذا الحين إحنا لا نتكلم عن القضاء، نتكلم الحين عن إجراء من النظام الأساسي لاتحادنا. أنت ليش هيئة القوى العاملة ما تعطيني اعتماد لجنتي؟ أما لما بخصوص إنه يقول ما لا توجد لجنة خماسية، مو صحيح. براك الصبيح كان من ضمن اللجنة الخماسية. كان من ضمن اللجنة الخماسية في فترة من الفترات. نادي أساس الوقت، أساس أعطي هم الرد أبو نواف تبي ترد؟ لا عفواً في كلمة الأستاذ حمد الصيمة، هو موظف بالاتحاد ليس له حق التكلم بشؤون المزارعين. زين نادي نادي سمعي، أنت أعطيتك الفرصة بس سمعي الرد الآن بعدين تقدر تردين. تفضل. أول نقطة، أنا أمين سر مجلس تصريف الأعمال. حلو. فأنا حاضر هنا كأمين سر وهذه الورقة. ثانيا الورقة هذه طالعة بأربعة مالت 13 لا 19/4/2009 اللي استدعوا فيها العضو الخامس. هذا الحكم صادر تاريخ 20/10/2010، يعني بعد بالصفحة الرابعة. تفضل أبو أحمد، أنا حاط فسفوري على
وقد رسمت هذه المادة ما يقوم به المجلس المنحل وحصرتها فيما هو لازم لتصريف الأمور العاجلة. الاتحاد الحين تعيين مجلس إدارة جديد، والأمور العاجلة ليس من بين الشطب عضو من أعضاء مجلس الإدارة حتى لو كان هذا العضو قد قدم استقالته، كما أنه ليس من بين قبول عضو جديد لإعادة تشكيل مجلس الإدارة حتى لو كان هذا العضو قد صدر الحكم النهائي بحلول هذا العنصر بمجلس إدارة المحل عضو مستقيل. هذا يعني أن استدعاء العضو الخامس باطل والحكم أبطله. إحنا إيش علينا حكم التمييز نهائي؟ أنت تتكلم عن أحكام سابقة، نادية حكم التمييز جداً ما قبل من أحكام. أخت نادية أنا أبي منك بس تسجلين كل الملاحظات ولك حق الرد، أعطيني فرصة بس أني يردون على الملاحظات اللي قلتيها وبعدين أنت بتردين عليها. خليك معي. هي تتكلم عن موضوع سنة 2009 والحكم 2010، فهذا موضوع القديم. إذا تتكلم على الفتوى، الفتوى موجودة عنده أبو صبيح، موجودة قال لك المجلس المستقيل، ولا جاب ذكر ولا ذكر موضوع الخمس الأعضاء. بالتالي حتى النظام الأساسي ما يسمح بانعقاد خمسة، صح. لازم يقول لا يقل عن سبعة. ممتاز. بجابر كان عندك ملاحظة قلت لي. والله أنا ملاحظة لأن الأخت نادية قالت اللهم صل على النبي نسيت ماشي على ما تذكر مصبيح.